صباح الخير يا متابعين فتح الفني الصباح شركة وينزل بروكر هدوم لكم كلمة دي اليوم 28 اكتوبر 2022 وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اسعار الذهب. طلعت عرضية لاسعار الذهب وتحركات طبعا جانبية، وده راجع اكيد في المقاوم الاول لسيادة الحظر قبل اجتماع مجلس احتياطي الاتحادي الاسبوع المقبل، والذي يحظى باهتمام كبير بحثا عن اي اشارات حول تراجع وتيرة اسعار الفايدة. دي كانت اهم الاخبار المؤثرة في اسعار الذهب اللي امس كان عندنا مجموعة من البيانات الهامة، اهمهم طلبات السلع المعمرة الاساسية اللي جاب نتيجة أسوأ من المتوقع سالب 5%، وبجانب أيضا الناتج الإجمالي المحلي اللي جاب نتيجة أفضل من المتوقع 2.6%. اليوم هنكون في انتظار بيان هام هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك متوقع ليه 5%، وده أقل من الشهر الماضي اللي كان نتيجة 6%. دي كانت أهم البيانات شمل الأخبار، وده اللي خلانا ننتقل مع بعض ونشوف تشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معنا الشارت، طبعا تراجع اسعار الذهب مع ارتفاع الدولار الامريكي خلال الساعات القليله الماضيه اداء سلبي على مستوى كل المؤشرات، اداء سلبي على الايمي، على السار، على الفلات تريند، على الاستوكاستيك، ثباته اسفل النقطة المحوريه عند الخمسه ال 54، وذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات ولكن بشرط كسر ال 1644 وراها ال 37 وراها ال 26، مره ثانيه كسر ال 44 وراها ال 37 وراها ال 26، السيناريو الاخر معاك سحب كسر ال 1664 وراها ال 71 واخر نقطه عند ال 82. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.